إن الانتهاكات ما زالت مستمرة وزادت كثافة القصف من الاحتلال التركي على مناطق عين عيسى وريف عين عيسى بالشهرين الأخرانيات، وتم قصف المنطقة أيضا يوم البارحة وأول البارحة بشكل مستمر، ولاحظنا زيادة الضربات الصاروخية والمدفعية على عين عيسى وريف عين عيسى، حيث وقعت القذائف على قرية الخالدية والعرية وعلى طريق مفور وصيدا والمعلق والمشيرفة، مما أدى أيضا إلى إصابة سيارة للحكومة السورية، مما أدى لجرح 3 عناصر من الحكومة السورية. وفي يوم 21 الشهر تم انسحاب الروس من القاعدة المتواجدة في عين عيسى لعدة ساعات من 21 الشهر من الساعة 4 مساء، ورجعوا في اليوم 2 صباحا. فبالنسبة للوضع مثل ما هو بوجود القوات الروسية وعدم وجودها، الاحتلال يصب كل نعرته الاحتلالية على شعبنا وأهلنا في عين عيسى وريف عين عيسى وفي شمال وشرق سوريا بشكل عام.